أخي وحبيبي وزميلي في العمل، أريد أن أتنافس معك لمصلحة العمل، ولكن لا أريد منك الحسد. أستاذ طارق وزير السعادة، إيش تقول؟ الله يسعدك. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد المذموم، ولكن هناك الغبطة اللي أتمنى ما عندك من نعمة أستاذ عادل، ولكن بدون زوال نعمتك. التنافس الشريف الجميل الرائع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. الإيثار، التنافس الشريف، محبة بعضنا البعض لكي نرتقي بالعمل ويكون في عندنا روح فريق العمل الجماعي.